السلام عليكم، انا حسين فوزي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ان شاء الله افضل مراجعه نهائيه لتانيه ثانوي، لان متاكد انك هتستفاد منها. يلا مع بعض. ان شاء الله هتكون المراجعه دي مراجعه شامله للترم التاني كله، وان شاء الله هتستفادوا منها جدا باذن ربنا. كل يونت براجع فيه الفوكاب كلمات الرئيسية، والبروبوزيشنز حروف الجر المهمة، السينونيم والانتونيم الكلمة والمرادف والمضاد، واللي هي نوت ذا ديفرنس الاختلاف بين بعض الكلمات المهمة جدا، واللانجوج نوتس الملاحظات اللغوية، وبعدين كويستشنز أسئلة على دول مختصرة، وبعدين كل الجرامر كله ملخص بتاعه وكويستشنز عليها، وبعدين ترانسليشن الترجمه والاسي او الايميل، وفي الاخر عامل لسته كده جميله جدا بكل الديريفاتيفز اللي هي المشتقات الكلمات والبروبوزيشنز، وكل حروف الجر في الترم الثاني كلها عاملها بشكل منسق. انا بقسم الكلمات جزئين، الكلمات الرئيسيه المين فوكاب دي اهم كلمات، وباقي كلمات اليونت. ليه؟ الكلمات الرئيسيه مفروض اخلي بالي كويس منها، 70% أو 80% من الامتحان بيجي على الكلمات الرئيسية دي، و20% أو 30% من باقي الامتحان بيجي على باقي الكلمات. ولذلك الناصح والشاطر يركز الأول على الكلمات الرئيسية، وبعد كده طبعا ما يهملش التانية، لازم يذاكرها ويحفظها كويس. أهم كلمات يونت 7 determination عزيمة، تصميم، إصرار، encouragement تشجيع، get used to يعتاد على، host family عائلة مضيفة، independent مستقل أو معتمد على نفسه، pick me up يعني يوصل من مكان لآخر، come across يجد بالصدفة أو يصادف، all in all في المجمل أو بصفة عامة، keep in touch with يبقى الاتصال معه دايما بعد كلمة with، pilot طيار، culture ثقافة أو حضارة، struggle يكافح أو كفاح، diary يوميات أو مفكرة، phrase عبارة، accent لهجة أو نبرة، entry تدوين أو مدخل أو مقتطف، take revenge for ينتقم لي، get rid of يتخلص من. النقطة الثانية السينونيم والانتونيم المرادف والمضاد في يونت 7. طبعا لما اجي راجع هاجي راجع على 3-4 كلمات مهمين جدا بالسينونيم بتاعهم المرادف والانتونيم، وحضراتكم الباقي بتاع الكلمات دي كلها تشوفوها في الفيديو هنا تراجعوها، ومن المذكرة عشان برضو الوقت. الكلمة الأولى determination التصميم، بتساكن persistence أو resolution، عكسها التردد أو الشك أو التراجع، hesitancy doubt drawn retraction. الكلمة الثانية encouragement تشجيع، بتساكن motivation inspiration support backing urge، عكسها كلمة discouragement و criticism. سؤال مهم جدا، هو لازم المفروض احفظ كل المرادف السينونيم وكل العكس انتونيم؟ هو المفروض على قد ما تقدر على الاقل تحفظ مرادف واحد سينونيم وعكس واحد ومضاد واحد اللي هو انتونيم على الاقل. struggle يكافح ويناضل، بتساوي كلمة toil او strive، العكس بتاعها يستسلم surrender give up relax neglect. في كلمة distracted مشتت، بتساوي كلمة inattentive أو confused puzzled disturb، عكسها كلمة attentive معناها منتبه. آخر كلمة هنا مؤقت temporary، بتساوي كلمة impermanent أو momentary، عكسها كلمة permanent أو everlasting معناها دائم. main رئيسي، بتساوي كلمة chief essential principal، عكسها كلمة minor أو secondary ثانوي أو فرعي. summarize يلخص، بتساوي كلمة sum up، عكسها كلمة enlarge أو expand يضخم يوسع. آخر كلمة هنا advantages مميزات، كلمة مهمة جدا، بتساوي كلمة merits أو pros أو good points، عكسها كلمة disadvantages demerits cons bad points. وفي كلمة برضو drawbacks. نوت ذا ديفرنس، في فرق بين بعض الكلمات ودي مهمه قوي النقطه دي. اول كلمه دراوت معناها فتره الجفاف، دي بلو، درافت دي معناها تيار هواء بارد او مسوده او قرعه او سحب، وبالامريكان بتتكتب دي ار اي اف تي. اون ماي اون معناها بمفردي لوحدي، في قصدها اوف ماي اون،
معناها ملكي، حاجة ملكي أنا خاصة بي. في ملحوظة هامة جدا في النطق، أو إف بنطقها كده أوف دايما، أوف بالفي، أما الأو إف إف ده بنطقها بالإف أوف. دايري مفكرة أو يومية أي إيه، وفي ديوري معناها معمل ألبان دي بالإي أي. ديستراكت يشتت بالإيه، ديستراكت حي بالآي. كونفرسيشن محادثة، كونسرفيشن حماية البيئة. مس يفتقد شخص، مس بيل جرس بلي، بيل فاتورة، بيل كورس أو حب الدواء. لانجوتش نوتس الملاحظات اللغوية. أبرود في الخارج أو خارج البلاد، زي مثلا ترافل أبرود يسافر للخارج. برود دي معناها عريض صفة، زي برود شولدرز أكتاف عريضة. بورد معناها لوحة أو سبورة، اللي مفصلة خلي بالكم، زي رايت أون ذا بورد يعني اكتب على السبورة. أبورد معناها على ظهر السفينة أو الطائرة، ذا باسنجرز آر أبورد يعني الركاب على ظهر السفينة أو الطائرة. ألون دي معناها بمفرده، زي مثلا هي ليفز ألون بيعيش بمفرده، بتساوي كلمة أون هيز أون أو باي هيم سيلف. ألون برضو معناها الوحيد بدل على التأكيد، زي هنا منى ألون يو ذا تروث يعني منى الوحيدة اللي هي عارفة الحقيقة، هنا يعتبر only يعني الوحيدة، تعتبر emphasis يعني تأكيد. في ملحوظة جدا بالنسبة للألون، ما بتجيش أبدا أبدا قبل الاسم. الكلمة التانية لون دي بتي معناها منفردا أو وحيدا، دي بتيجي قبل الاسم بس. He was the lone survivor of the accident. الكلمة الأخيرة lonely دي معناها الشعر بالحزن من الوحدة والعزلة، زي هنا despite his friends he feels lonely، بالرغم من أصدقائه كتير لكن بيشعر بالحزن والوحدة، بتساوي كلمة lonesome. المعنى الثاني معناها نائي أو بعيد أو منعزل، he lives in a lonely house، هو بيعيش في منزل بعيد أو منعزل، بتساوي كلمة remote أو desolate. late دي معناها متأخر، زي هنا comes late بيأتي متأخرا، دي يعتبر هنا adverb حال. later يعني فيما بعد، I will see you later، أشوفك فيما بعد، بتساوي كلمة until tomorrow. lately معناها مؤخرا، بتساوي كلمة recently، he hasn't been too well lately. الكلمة الرابعة the latter معناها الثاني أو الأخير، مهمة أوي الكلمة دي. these are my two brothers علي and أحمد، دول إخواتي الاثنين علي وأحمد. the first is a teacher، الأولاني ده علي ده مدرس. the latter is a doctor، الثاني أو الأخير اللي هو أحمد ده دكتور. the latest أحدث الأخبار، أحدث أي حاجة، زي the latest news أحدث الأخبار. he was the last one to arrive، هو آخر واحد يوصل. ودي أسئلة خاصة بالجرامر، الحل في آخر الفيديو في المفكرة. جرامر القواعد، ملخص القواعد بتاعت يونت 7، المضارع المستمر present continuous أو present progressive، طبعا الفورم التكوين am is are والفيرب زائد ing. الكلو ووردز الكلمات الدالة اسمها كلو ووردز أو كي ووردز اللي تنصح. now still look listen hurry up be quiet take care be careful watch out help help today this week at present at the present time at this moment or at the moment nowadays these days tomorrow next الى اخره. اهم حاجة في الزمن اليوسج استخدامه، المضارع المستمر بيدل على خمس حاجات. رقم واحد حدث بيحدث الان، an action is happening now look they are playing in the garden، بص بيلعبوا في الحديقة دلوقتي، دي رقم واحد. رقم اثنين حدث بيحدث في هذه الفترة، مش لازم دلوقتي بس هذه الفترة، بيكون عادة مؤقتة أو جديدة، زي he is taking an exam this week، هو الأسبوع ده عنده امتحان الأسبوع ده بس، وبعد كده خلاص هيرجع تاني للدراسة بتاعته عادي. رقم ثلاثة حدث تم الترتيب له في المستقبل، زي we are traveling to London tomorrow it's arranged، يعني احنا مسافرين بكرة لندن tomorrow ايه، دي حاجة مرتبين ليها بالفعل. النقطة الرابعة مهمة جدا ودي جديدة، للتعبير عن ضيق المتكلم أو انتقاده لسلوك متكرر لا يعجبه، تيجي دايما مع كلمة always constantly continually معناها باستمرار. why is he always making so much noise، هو ليه على طول بيعمل ضوضاء كتير قوي. خمسة والأخيرة وصف موقف حالي مختلف عن موقف ماضي سابق، تغيير بدأ يحدث. يعني نعود المثال ده، at first I didn't like my job but I am beginning to enjoy it now.
في الاول الوظيفه ما كانتش عجباني، لكن دلوقتي ابتديت ان انا استمتع بيها، يبقى تغيير في الموقف. النفي بحط نط بعد ام وازوار. الاستفهام بحب اسال بحط ام وازوار، والفاعل زي الفيرب زي ان جو بقى السؤال، او احط الاستفهام في الاول واكمل عادي. الباسيف يبقى ام وازوار بينج، والتصريف الثالث our car is being fixed at the moment، عربيتنا تصلح في هذه اللحظه. ستيتيف فيربس الافعال التكراريه او الثبات او الحاله. يعني ايه افعال تكراريه؟ ستيتيف فيربس هي افعال بتصف الحاله او الشعور او الحاسه او الراي او الفهم او الادراك او الملكيه، ما تستخدمش ابدا في الازمنه المستمره، عشان كده اسمها ستيتيف فيربس، لانها بتصف ايه حاله مستمره لفتره زمنيه طويله وليس حال مؤقت. طب في ملحوظه مهمه جدا، طب لو حاجه مستمره دلوقتي او كانت مستمره في الماضي او سوف تكون مستمره وعايز استخدم افعال اللي هي الحاله، فبقول استخدم اقرب زمن بسيط لها، يعني لو مضارع مستمر خليها مضارع بسيط، مضارع تام مستمر خليه مضارع تام، لو ماضي مستمر خليه ماضي بسيط، لو ماضي تام مستمر خليه ماضي تام. ايه هي الستيت فيربس؟ اول مجموعه اللي هي ايموشنز وفيلينجز، العاطفه والمشاعر، زي لايك وديسلايك وادور وديزاير وانت ويش الى اخره. المجموعه الثانيه سينسز، الحواس والادراك، زي سي يرى هير يسمع سميل وفيل وتيست الى اخره. طبعا في ادماير هنا تبع اللي فوق، وبي ده لوحدها فيرب تو بي يكون. البوسيشنز الملكيه، زي هاف بوسيس اون بيلونج او. ميجرمنت الوزن والقياس، افعال اخرى زي ميجر يبلغ مقاس، كوست يعني يبلغ تكلفه، ويبلغ وزن، سوت وفيت يعني ناسب، كونسيست اوف ذا كومن الى اخره. وفي مجموعه على جنب كده بروميس يوعد، سيم يعني يبدو، لوك يبدو، ريمين يبقى، ساوند يبدو، اكزيست يعني يوجد. واخر مجموعه هنا ثينكينج اوبينيون بيرسبشن، العقل والتفكير والاراء وافعال اخرى زي ثينك بليف كونسيدر ريمبر فورجيت الى اخره. يعني ممكن اقول لو خدنا اكزامبل زي امثله وي بيليف يو، ما ينفعش اقول وي ار بيليفينج يو، احنا بنصدقك، لما اخدش مضارع مستمر او مضارع بسيط. لاحظ الجدول اللي انا كاتبه ده، مهم جدا 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 ان في افعال تنفع افعال ستيتيف فيربس، افعال تكراريه او حاله، وهي نفس الافعال تنفع اكشن او دايناميك فيربس، تنفع افعال حركه او حدث. عشان كده لازم اوقف بالي، لان ممكن يكون الفعل اللي هو الاستيتيف ده ينفع في نفس التوقيت ينفع فعل حركه او حدث. اعرف ازاي؟ نشوف اول فعل بي يعني يكون. لو قلت هي از هيلبفول معناها ان هو بيكون متعاون، هو على طول متعاون، دي حاله دايما عنده. لكن بص لقصادها هي از بينج هيلبفول توداي، ده تصرف او سلوك مؤقت، ده النهارده بالذات هو متعاون، هو مش طول عمره متعاون، ده هو النهارده بس، ده سلوك مؤقت، يبقى از بينج حطها في المضارع المستمر عادي. سي اذا كان معناها يرى وافهم، ما ينفعش احطها في المضارع المستمر. اي سي وات يو مين، يعني انا افهم او بفهم اللي انت قصدك عليه. لكن اذا كان معناها يزور احطها زي اي ام سينج ماي انكل تومورو، انا هزور عمي غدا، هنا معناها يزور احطها مضارع مستمر عادي. ابير اذا كان معناها يبدو، لا ما احطهاش، زي they appear pleased، يبدو ان هم سعداء. اما لو قلت معناها يظهر او يبان النهارده، يعني احطها زي he is appearing on the stage tonight، يعني هو النهارده بالليل هيظهر على خشبه المسرح، احطها مضارع مستمر. و اذا كان معناها يبلغ وزنه ما احطهاش، زي the box weighs 2 kilos، يعني الصندوق ده يبلغ وزنه 2 كيلو. اما لو قلت واحد بيوزن واحد او بيقدر حاجه احطها براحتك، زي I am weighing the box، انا بوزن الصندوق، احط عادي. think اذا كان معناها يعتقد، لا ما احطهاش، I think we should leave، اعتقد ان احنا لازم ان احنا نغادر، او معناها يعتقد هنا، ما احطهاش في المضارع المستمر. لكن لو كان معناها يفكر حط في المضارع المستمر، I am thinking about the holiday، انا بفكر في الاجازه. taste إذا كان معناها يعطي مذاق، زي this soup tastes nice، هذا أو هذه الشوربة بتدي أو بتعطي مذاق كويس، ما حطهاش في المضارع المستمر. مذاق معناها واحد بيدوق الطعام، حط زي I am tasting the food، أنا بدوق الطعام، حطها بالراحة. look إذا كان معناها يبدو، ما حطهاش في المضارع المستمر. you look exhausted today، شكلك كده النهارده كده، رغم النهارده مضارع مستمر، شكلك النهارده كده انك مرهق او منهك،
فمحطهاش. لكن بص كده، اذا كان معناه يبحث عن، اذا كان معناه ينظر الى اي معنى تاني غير يبدو، حط براحتك. What are you looking for؟ انت بتبحث عن ايه؟ Have، اذا كان معناه يملك ويمتلك، ما حطهاش في المضارع المستمر. They have a lot of money now، ما دلوقتي عليهم فلوس كتير، رغم ان في ناو لكن خدنا مضارع بسيط عادي. لكن اذا كان معناها غير كده، حط معناها يتناول يقضي، زي هي از هافينج لانش ناو، هو بيتناول اللانش الان، حط براحتك. زي ار هافينج ا نايس تايم ناو، هم بيقضوا وقت لطيف النهارده او دلوقتي، حط براحتك مضارع مستمر. فيل، اذا كان معناها يرى راي يعني، او معناها يعطي ملمس، ما تحطهاش في مضارع مستمر. اي فيل ذي ويل وين، انا ارى او رايي ان هم شكلهم كده هيفوزوا، او معناها يعطي ملمس، زي ذيس كلوث feels soft، القماش ده بيعطي ملمس ناعم، بيعطي ملمس، يبقى ما تحطهاش مضارع مستمر. لكن اذا كان معناها يشعر دلوقتي او يلمس، يتحسس بيدي، احط زي she is feeling better today، هي بتشعر بتحسن النهارده، حاجه مؤقته. او he is feeling the material، هو بيلمس او بيتحسس بيدي الماده، هو اللي بيتحسس بيدي. do، رغم ان هي مش من الافعال اللي هي الستيتيف فيربز، لكن اذا كانت معناها ما وظيفتك، ما حطهاش مضارع مستمر. وات دي دو، اذا كان معناها ماذا تفعل الان، حط براحتك. وات ار يو دوينج. كونسيدر، اذا كان معناها يعتبر، ما حطهاش مضارع مستمر. اي كونسيدر ات ا جود بارجن، انا اعتبر ان ديت صفقه رابحه كويسه. اما اذا كان معناها يفكر، بتساوي كلمه ثينكينج، هتبقى اي ام كونسيدرينج جوينج اون تريب ناو، بفكر اروح في رحله الان. كم دي معناها ياتي، اذا كان بتدي معنى جنسيه، شي كامز فروم فرانس، يعني هي جنسيتها فرنسيه، يبقى ما احطهاش مضارع مستمر. اذا كان معناها قادم من دلوقتي او قادم دلوقتي، احطها مضارع مستمر. شي از كامينج فروم فرانس، هي قادمه من فرنسا. ميجر، اذا كان معناها يبلغ مقاسه، لا ما احطهاش في مضارع مستمر. ذا روم ميجرز 4 مترز وايد، الحجره يبلغ مقاسها 4 متر العرض بتاعها. اما اذا كان معناها واحد بيقيس حاجه، احط هي از ميجرينج ذا هول، يعني هو بيقيس الصاله، هو اللي بيقيس، احط مضارع مستمر. سميل، اذا كان معناها يعطي رائحه، ما احطهاش في مضارع مستمر. يور كوكينج اولويز سميلز نايس، الطبخ بتاعك دايما بيدي ريحه حلوه قوي، بيعطي رائحه. اذا كان معناها يشم دلوقتي، لا احط. لوك، بص، هي از سميلينج يور كوكينج، ده هو عمال يشم الطبخ بتاعك، فحطها مضارع مستمر. فلازم يخلي بالي من الافعال دي. ودي أسئلة خاصة بالجرامر، الحل في آخر الفيديو وفي المذكرة. Translation، الترجمة. One of the most important advantages of traveling abroad is getting in touch with different cultures. It leads to the spread of tolerance and peace. الصحة يا رقم A، من أهم مزايا السفر للخارج هو التواصل مع الثقافات المختلفة، فهو يؤدي إلى انتشار التسامح والسلام. يقول بعض الخبراء إن كتابة اليوميات في نهاية كل يوم تساعدك على الاستفادة من الخبرات التي تمر بها، كما تساعدك على تنظيم أعمالك وأنشطتك اليومية. الصح رقم B، some experts say that writing a diary at the end of each day helps you to benefit from the experiences you are going through and organize your work and the daily activities. المقال او الايسي هنا بيتكلم على why do people travel abroad، او the benefits او advantages of traveling abroad، ليه الناس بتسافر للخارج، او فوائد سفر الخارج. موضوع مهم جدا ومكتوب بشكل كويس، يا ريت نقراه ونعرف بعض الافكار الموجوده عنه. في حصه ثانيه هنعرف ازاي نكتب اللي هو الايسي والايميل. يعني الايسي دي بيتكلم ملخصه عن فوائد السفر للخارج، منها means of communication، وسيله للاتصال، وبرضه get useful knowledge about other cultures traditions، بنحصل على معلومات من الثقافات الاخرى والتقاليد والاعراف الاخرى، وبرضه complete اللي هو او do their post graduate studies، بيكمل دراساتهم العليا في الخارج. وفي فائدته في tourists كسياح، ان احنا ممكن نزور اماكن اخرى. وفي بيسافر على treatment عشان العلاج في الخارج. business من رجال الاعمال برضه بيسافروا عشان شغلهم و their work. يونت 8، expansion، تمدد او تضخم وتوسع. facilities، تسهيلات او امتيازات. هاي تك، ذو تقنيه عاليه. passenger، راكب. network، يعني شبكه عمل. public transport، مواصلات عامه.
alternatives to بدائل لي argument جدال أو نقاش keep in mind يضع في الاعتبار significant ذو مغزى أو هام أو رائع environmental friendly صديق للبيئة on behalf of بالنيابة عن grateful to شاكر لي give up on يفقد الأمل أتوقف عن talk show برنامج حواري local issues معناه مشكلات أو أمور محلية new administrative city العاصمة الإدارية الجديدة make notes on يأخذ ملاحظات على synonym والأندنيم المرادف والمضاد expansion توسع بتساوي كلمة growth increase extension enlargement عكسها decrease reduction contraction decline public عام أو قومي بتساوي كلمة common open governmental national عكسها private أو personal خاص high tech ذو تقنية عالية بتساوي modern أو up to date عكسها old fashioned أو primitive precise دقيق أو محدد بتساوي exact definite accurate عكسها vague imprecise indefinite interrupt يقاطع بتساوي bother disturb عكسهم assist aid satisfactory مرضي بتساوي adequate good enough sufficient عكسها inadequate unacceptable unsatisfactory inappropriate significant ذو مغزى بتساوي important considerable meaningful noteworthy عكسها negligible unimportant insignificant convenient مناسب بتساوي كلمة suitable agreeable appropriate عكسها inconvenient awkward grateful شاكر ممتن بتساوي كلمة appreciative thankful عكسها ungrateful rude notice the difference emphasize يؤكد the verb آخرها إيه emphasis دي نون معناه تأكيد مفيش آخرها إيه paste on معناه قائم على لاحظ منطق الدي تي paste on يعني مأخوذ من قصة حقيقية paste in معناه مقره فيه لاحظ منطق الدي تي برضه paste in يقول مثلا الشركة دي مقرها في القاهرة expect يتوقع accept معناها يقبل accept معناها ما عدا prove يثبت improve معناها يحسن approve معناها يستحسن expansion توسيع أو تمديد في المساحة الكلية extension امتداد أو زيادة في الطول الأشياء المادية أو المدة الزمنية further بليو دي معناها مقارنة للمسافة المادية وليها معنى تاني معناها إضافي وبرضو معناها شيء معنوي further دي مقارنة للمسافة المادية فقط بليه instead معناها بدلا من ذلك بتضيف بعدها جملة كاملة أو بتضيف نهاية الجملة instead of بيجي بعدها الإم اسم لإما الفعل زائد ING language notes الملاحظات اللغوية arrive at يصل لمكان صغير زي مثلا مطار القاهرة كايرو ايربورت arrive in يصل لمكان كبير زي مدينة زي دولة arrive in كايرو arrive ممكن يبقى فعل لازم ما يجيش بعد حرف جر في نهاية الجملة reach يصل إلى أفقي أو رأسي أو معنوي يعني we reached Cairo before sunset وصلنا للقاهرة قبل غروب الشمس دي أفقي can you reach the top of this mountain ممكن توصل لقمة هذا الجبل ده رأسي لفوق I work hard in order to reach my goal أعمل بجد عشان أصل لهدفي دي حاجة معنوية get to معناها يصل إلى وده من بصعوبة شوية ما بستخدمش تو لو قلت get there أصل هناك أو get home يصل للمنزل connect معناها يوصل شيء بشيء مثلا بسلك زي he connected his computer to the printer هو وصل الكمبيوتر بتاعه بالبرينتر معناها برضو يربط بين شيئين
زي the Suez Canal connected the east to the west. قناة السويس بتربط بين الشرق والغرب. وبرضه معناها يربط بدون حرف جر. كايرو مترو connects many parts of Cairo together. في بقى كلمة connect with معناها يرتبط بي أو العلاقة بي. زي crime is connected with poverty يعني الجريمة ترتبط بي أو العلاقة بالفقر. contact دي معناها يتصل بشخص عن طريق تليفون رسائل إلى آخره. وفي الحالة دي مفيش وراء حرف جر. I can contact him by phone or email. لكن في contact with دي ناون معناها الاتصال بشخص بيجي بعد حرف جر with. I'm still in contact with her. أنا ما زلت على اتصال بيها. في وراء حرف جر with. في برضه contact with دي ناون معناها ملامسة شخص أو شيء. زي don't let that glue come into contact with your skin. يعني ما تخليش السمك دوت يلامس جلدك. اخر كلمة communicate with دي فيرب معناها يشارك معلومات مع الاخرين عن طريق التحدث الكتابة الاشارة الى اخره. زي we can now communicate with other people on the other side of the world. يعني ممكن نشارك المعلومات مع الناس في اي حتة من العالم. As we live in different cities, we communicate by email. عشان عايشين في مدن مختلفة فاحنا ممكن نتواصل مع بعض او نشارك معلوماتنا عن طريق الايميل. لاحظوا communicate with people معناها يتواصل مع الناس، والتانية communicate by email يتواصل عن طريق الايميل. Because, since, as التلاتة دول معناهم لأن، قبلهم دائما النتيجة وبعدهم جملة كاملة. علي was very unhappy because he didn't succeed. يعني علي كان غير سعيد لأنه منجحش. لاحظوا because بعد جملة كاملة. ممكن يكون في الأول since she was wise she could solve the problem، لأن هي عاقلة قدرت تحل المشكلة ديت. لكن because of، due to، owing to، for، on account of، thanks to، كل دول بيجي بعدهم النون أو الفعل في ING. ودول معناهم بسبب، بفضل. He went to the doctor because of being ill. هو راح للدكتور بسبب مرضه. Because of بعد الفعل في ING. Work for يعمل لدى شخص أو شركة. Work with يعمل مع. Work as يعمل ك بيجي بعد دايما وظيفة. Work in يعمل في مكان أو مجال. آخر كلمة work on يطور يحسن يعمل على مشروع أو إنجاز. دي بعض الأسئلة على كلمات يونت 8 أنا حللها في نهاية الفيديو وفي المذكرة. ياريت تفكروا فيها الأول وشوفوا الحل في آخر الفيديو وفي المذكرة. جرامر القواعد بتتكلم على صيغ المستقبل future forms، ومركزين أو على المستقبل التام future perfect. الfuture perfect بيتكون من will و have و will be التوصيف الثالث الفعل. الكلمات الدالة clue words بتيجي مع كلمة by و before زي by now قبل الآن، before now نفس المعنى، by 2040 قبل 2040 مثلا، when after in 5 years time في خلال 5 سنين، by next week قبل الأسبوع الجاي، by the end of قبل نهاية، by the time و before، وآخر مجموعة this time next week هذا الوقت الأسبوع الجاي أو next year السنة الجاية، by the time he is 40 قبل ما يكون عنده 40 سنة مثلا، by 6 o'clock tomorrow قبل الساعة 6 غدا، till until. أهم حاجة في الزمن هي دي اليوسج الاستخدام. اسمه غريب جدا مستقبل تام. ازاي مستقبل وازاي تام؟ هو أصلا جه عشان يتم وليه سموه كده؟ هنشوف مع بعض. هو الفكرة بتاعته الأولى مهمة جدا، بيدل على حدث سوف يكون قد انتهى قبل وقت معين في المستقبل. completed before a specific point in the future. يعني مثلا قبل ما نوصل للساعة 7 بكرة هيكون خلصت وتميت الواجب بتاعي. يبقى سموه مستقبل عشان لسه بكرة. طب ليه سموه تام؟ عشان قبل ما نتم الساعة 7 هيكون تمينا الحاجة دي. المثال ده I will have finished my homework by 7 o'clock this evening. يعني أنا هيكون خلصت الواجب بتاعي قبل ما نوصل للساعة 7 هذا المساء. This time next year we will have built our new house.
معناها في خلال السنة الجاية هيكون خلصنا بناء منزلنا الجديد، يعني قبل ما نوصل للسنة الجاية هيكون احنا خلصنا المنزل الجديد. الفكرة الثانية ان حدث سوف يكون قد انتهى قبل حدوث حدث اخر في المستقبل. يعني before her father arrives home she will have finished her homework. قبل ما ولدها يوصل للمنزل هي هيكون خلصت خلاص الواجب بتاعها. يعني هيكون خلصت الواجب قبل ما ولدها يوصل، حدث تم اللي خلصت الواجب قبل حدث اخر قبل ما ولدها يوصل. مثال تاني جميل قوي، by the time the exam begins I'll have forgotten everything. يعني انا هكون نسيت كل حاجه قبل ما الامتحان يبدا. النيجاتيف طبعا سهل، بحط not بعد كلمه will. طبعا السؤال بحط will والفعل وهاف والتصريف الثالث، او اداه استفهام will والفعل وهاف والتصريف الثالث وباقي السؤال. المستقبل التام المجهول بيتكون من will وهاف وبين او اسمها been والتصريف الثالث. English will have been studied by 5 o'clock next Friday. الإنجليزي سوف يكون قد ذكر قبل الساعة 5 الجمعة الجاية. في بعض النقاط المهمة، by the time, before, after, as soon as, when. بيجي دايما بعدهم مضارع بسيط أو مضارع تام، والجملة التانية مستقبل تام دايما. When my father returns home I'll have finished my homework. لما والدي يرجع للمنزل أكون أنا خلصت. وين مضارع بسيط مستقبل تام. بين الجملتين طبعا بنعكس، قبلهم مستقبل تام وبعدهم مضارع بسيط او مضارع تام. لاحظ التريكة دي او الفكرة دي. By 2030 half of the world population will be speaking English. قبل 2030 نص سكان العالم هيكون بيتكلموا انجليزي. المفروض هنا ناخد المستقبل التام، قبل 2030 هكون الحاجة دي خلصت. لكن هنا خدنا المستقبل البسيط او المستقبل المستمر. ليه؟ يعني قبل 2030 نص سكان العالم هيكون بيتكلموا انجليزي. طب اول ما تيجي 2030 هيبطلوا؟ لا طبعا، الحدث ده هيكون مستمر ومتواصل. عشان كده خدنا مستقبل بسيط ومستقبل مستمر. لاحظوا الجمله الثانيه، by 2030 half of our desert land will have been changed into green land. قبل 2030 نص الصحراء بتاعتنا هيكون اتحولت الارض خضراء. هنا استخدمنا المستقبل التام. يعني يعني قبل ما تيجي 2030 هكون خلصنا نص الصحراء بتاعتنا، احنا حولناها الى ارض خضراء. ده حدث غير مستمر ومنتهي. وفي افعال تعبر عن المستقبل عند استخدامها في المضارع زي want, need, expect, hope, predict, wish. بيجي بعدها to have والتصريف الثالث. المجهول بتاعها بحط بعدها to have been والتصريف الثالث. لو خدنا الامثله دي، by 2030 we expect to have built flats for all people in Egypt. يعني قبل 2030 متوقع ان احنا نكون بنينا شقق لكل الناس في مصر. لاحظوا كده expect to have والتصريف الثالث. يعني expect هنا وto حلت محل كلمه will. by 2030 flats for all people in Egypt are expected to have been built. الجمله دي نفس الجمله بس مجهول، فبستخدم expected to have been built. الزمن الثاني المستقبل المستمر future continuous بيكون من will او shall وبيو الفعل في ing. بيجي مع كلمات زي from, to, between and, at، مثلا 7 o'clock tomorrow evening, this time tomorrow. بيسموه مستقبل مستمر future continuous لانه بيعبر عن حدث سوف يكون مستمر في وقت محدد في المستقبل. يعني ايه؟ لو خدنا الامثله دي، between 3 and 5 p.m. next Friday I will be watching the match. يعني الجمعه الجايه من الساعه 3 للساعه 5 انا هيكون في التوقيت واتفرج على الماتش. طب ليه سموه مستقبل؟ عشان الجمعه الجايه ان شاء الله. طب ليه سموه مستمر؟ عشان في التوقيت ده من الساعه 3 للساعه 5 هيكون انا بتفرج على الماتش. At 5 o'clock tomorrow evening I will be studying English. الساعة 5 بكرة مساء هيكون أنا بذاكر إنجليزي. ليه سموه مستقبل؟ عشان لسه بكرة مساء. طب ليه سموه مستمر؟ الساعة 5 لو أنت جيت لي في التوقيت ده هتقولي أنا بذاكر إنجليزي إن شاء الله. المجهول بتاعه مش مشهور قوي، ما بيجيش كتير في الامتحان، وبحط will be being والتصريف التالت. Present simple المضارع البسيط برضه بيعبر عن المستقبل خاصة في تايم تيبلز جدول مواعيد. بيجي مع الثمان أفعال دول دايما. start يعني يبدا، finish يعني ينهي، مهمين قوي. arrive يعني يصل، leave يعني يغادر، land يعني تهبط الطائره، take off يعني تقلع،
اوبن يعني يفتح، كلوز يعني يقفل، دايما مع الثمان افعال دول. لو بيتكلم على البدايه او النهايه. My plane leaves at 7:30 tomorrow. الطياره بتاعته هتقوم او هتغادر الساعه 7:30 غدا. خدنا المضارع البسيط لان ده يعتبر جدول مواعيد، الساعه 7:30. The film starts at 6 tonight. الفيلم سوف يبدا الساعه 6 النهارده بالليل او مساء. المفروض تونايت اتكلم على الفيوتشر. خدنا هنا starts مضارع بسيط عشان ده يعتبر جدول مواعيد. المجهول طبعا am is are will be التوصيف الثالث الفعل. The match is played. المباراه تلعب. ويل امتى بيستخدم ويل؟ اول حاجه بتعبر عن حقيقه في المستقبل فيوتشر فاكتس. مونا ويل بي 40 ييرز اولد نيكست يير، يعني مونا هيكون عندي 40 سنه السنه الجايه. بيدل برضو على تنبؤ بدون دليل، بريدكشن وذاوت ايفيدنس، او اعتقاد او راي. ات ويل رين تومورو، شكلها كده هتنطر غدا من غير دليل ولا اي حاجه، ده راي انا، يبقى استخدم ويل. بتدل على قرار سريع، كويك ديسيجن. The phone is ringing. I will answer it. التليفون بيرن هرد عليه. Offer help عرض المساعدة. The that bag looks heavy. I'll help use it. الشنطة دي تقيلة هساعدك في شيلها. وبرضه بتدل على طلب المساعدة. Ask for help أو request. Will you carry the bag for me? ممكن تشيل الشنطة ليا. Threat التهديد. زي I will resign if I don't get a pay rise. أنا هستقيل لو أنتوا ما رفعتوش المرتب بتاعي. Promise الوعد. I promise I will buy you a mobile if you succeed. أنا بوعدك هجيب لك موبايل لو أنت نجحت. Warning التحذير. Be careful when you use the knife or you will hurt yourself. يعني خلي بالك وأنت بتستخدم السكينة دي ممكن تجرح نفسك. ودايما التحذير بيكون in general بصفة عامة. Expect, think, hope, believe, promise, know, wonder, predict, suppose, feel sure, I'm sure, I'm afraid. Perhaps, probably, certainly, possibly. الكلمات دي كلها بيجي بعدها will. زي I hope I will see him next week. عشان في hope خدنا will والمصدر. I think he will succeed. Think فخدنا will. إلا إذا في دليل. وفي دليل بستخدم جونجيتو. الشلة دي والمجموعة ديت if, when, as soon as, after, before, till, until. ده من بعدهم. دي اسمها رابط زمنية، بعدهم دايما مضارع بسيط أو مضارع تام. الجملة التانية والزاد المصدر. After he watches TV he will go to bed. أو after he has watched TV he will go to bed. المجهول will be التوصيف التالت. I think the match will be played. أعتقد الماتش سوف يلعب. Am is are going to بعد المصدر معناها سوف. بنستخدمها إمتى؟ رقم واحد لما يكون في خطط ونوايا وقرارات في المستقبل. Plans, intentions أو future decisions. تيجي مع الكلمات دي plan a plan اللي هي خطط وخطة. Intend to intention ينوي ونية. Decide decision يقرر وقرار. Made up mind معناه يفكر ويقرر. علي is going to be an engineer he has planned. يعني علي سوف يكون لو مهندس هو خطط لكده. I'm going to save a lot of money to buy a new car. This is my plan. أنا سوف أحوش فلوس كتيرة عشان إن أنا أشتري عربية. ده الخطة بتاعتي. Going to بتدل على تنبؤ بس بدليل قائم على واقع. Predictions with evidence or present reality. It is cloudy. It's going to rain. يعني هنا في سحب كتير قوي شكلها كده هتنطر. في دليل هنا في سحب كتيرة يبقى شكلها هتنطر. الحاجة التالتة بتدل على warning التحذير. بس هنا going to بتدل على an action is about to happen، حدث على وشك الوقوع هيحصل قدام. Be careful you are going to spill your coffee. خلي بالك القهوة بتاعتك هتقع، هتقع دلوقتي حاجة قربت تحدث. Take care the laptop is going to fall. خلي بالك ده اللابتوب هيقع، دي معناها ان حاجة بتحصل قدامي دلوقتي. المقول بتاع going to بحط am is are going to be والتصريف التالي. The match is going to be played. مباراة سوف تلعب. المضارع المستمر بيدل على حدث تم الترتيب له بالفعل في المستقبل. بتيجي دايما مع كلمات arranged, prepared, booked, packed, travel يسافر, fly يسافر هنا يطير بس ما يسافر, meet, marry, visit, made arrangements. اي حاجه بتدل ان انت مرتب الحاجه دي. خدنا امثله. حسن is visiting his uncle has arranged. حسن هيزور عمه ده هو مرتب لكده. طب الجمله الثانيه I'm having dinner with Mona. I have booked a table. ده أنا هتناول الدينر
اللي هو العشاء مع منى ده انا حجزت ترابيزه، انا اصلا حجزت مش ناوي، ده انا حجزت خلاص. علي is traveling to Alexandria tomorrow. He has got his ticket. يعني علي هيسافر لاسكندريه غدا، تذكره معاه. التذكره اصلا مش ناوي، ده هو اصلا مجهز وكل حاجه معاه. فبستخدم مضارع مستمر. تاني الفرق بين جونج تو مصدر ومضارع مستمر. جونج تو انا ناوي ابن حلال بس، ناوي اعمل حاجه دي لكن ما خدتش اجراءات لسه. المضارع المستمر ده انا اصلا خدت الاجراءات دي، رتبت للمستقبل، حجزت تذكره، عملت حساب فلوس، حجزت المكان اللي هقعد فيه هناك الى اخره. النقطة التانية مهمة أوي، لو قلت عدم مقدرة فعل شيء في المستقبل نتيجة الترتيب لفعل حدث آخر، فبستخدم المضارع المستمر. يعني لو خدنا المثال ده، I can't meet you tomorrow as I'm doing the shopping. يعني أنا بكرة مش هقدر أقابلك زي كل مرة. ليه؟ يبقى أنا مرتب لحاجة. As I'm doing the shopping أنا هكون مرتب لحاجة دي، لأن أنا رحت أسوق أشتري حاجة. I can't see you tomorrow. We are visiting relatives. بكره مش هقدر ان انا اشوفك زي ما كل مره بنشوف بعض. ليه؟ عشان انا مرتب ان انا ازور الاقارب. يبقى دايما اقول لك I can't see، ما اقدرش اشوفك، ما اقدرش اقابلك، اكلمك، اذاكر معاك. اذا بستخدم دايما مضارع مستمر. وعلى فكره ممكن ينفع مستقبل مستمر على اساس انت في التوقيت ده يكون مستمر. يعني ممكن مثال اول اقول كده I can't meet you tomorrow as I will be doing the shopping. انا في التوقيت ده هكون متسوق. فتنفع نستخدم هنا المضارع المستمر او المستقبل المستمر، الاثنين صح. ليه الاثنين صح؟ على اساس المضارع المستمر ده انا حاجه ان انا مرتب ليها. طب المستقبل المستمر على اساس ان حاجه اكون في التوقيت ده مستمر في الحاجه دي. المجهول بتاع المضارع المستمر ام ويز اور بينج، والتصريف الثالث ذا ماتش از بينج بلاي، ده مباراه تلعب الان. يعني دي برضو بعض الاسئله على الفيوتشر فورمز، اشكال المستقبل، والحل بتاعها في اخر الفيديو وفي المذكره تحت. الترجمة: The modern transport projects taking place in Egypt is a new revolution which will change the way people travel a lot. هي صح رقم ايه؟ تعد مشاريع النقل الحديث الجارية في مصر ثورة جديدة ستغير طريقة سفر الناس كثيرا. بالرغم من أن مشروعات النقل الكبرى تهدف أساسا إلى تحسين الطرق، إلا أنها أيضا إحدى طرق محاربة البطالة. هي صح رقم سي: Although the major transportation projects are mainly aimed at improving roads, it's also one of the ways to face unemployment. الإساي هنا بيتكلم على the advantages and disadvantages of modern technology، يعني مميزات وعيوب التكنولوجيا الحديثة. ملخص لعمل الإيميل: الأول بكتب تحت الشمال from، بكتب اللي هو الإيميل بتاع الشخص الرئيسي، الإيميل أنا يعني، وبعدين تو بكتب الايميل بتاع الشخص اللي انا بعت له الايميل مش اسمه، والسبجكت او اباوت الموضوع او الغرض من الرساله، سواء بقى انفيتيشن دعوه، كونجراتيشن ثانيه، ابولوجي اعتذار، ريكوست طلب الى اخره، دير وبعدين اسم الشخص اللي بعت له، ومقدمه كده تنفع لاي اللي هو ايميل زي I'm sending you this email hoping that you and your family are all well and sound better. أرسل لك هذا الإيميل متمنيا أنت وعائلتك تكون كلكم في صحة جيدة وفي أحسن حال. فتنفع لأي إيميل الموضوع، وبعدين الموضوع ذات نفسه، وبعدين الخاتمة I look forward to hearing from you. I will be waiting for a reply. See you soon. يعني أنا أتطلع إلى إن أنا أسمع أخبار منك، بنتظر الرد بتاعك، أراك قريبا. Yours sincerely، المخلص. ممكن أقول yours بس، ده ملخص كده الأوت لاين بتاع زي نكتب اللي هو رسالة إلكترونية. أهم كلمات يونت 9: Biodiversity، تنوع بيولوجي أو بيئي. Challenging، تنطوي على تحدي أو متحدي. Native inhabitants، السكان الأصليين أو المحليين. Preserve، يحفظ، يصون، يحافظ على. Scholarship، منحة دراسية. Species، معناها نوع أنواع. كلمة دي على فكرة مفرد وجمع، لو مفرد بحط قبلها إيه. Volunteer، يتطوع، متطوع. Expedition، رحلة استكشافية أو بعثة استكشافية. Future generations، أجيال قادمة. Tourist industry، صناعة السياحة. Opportunity، فرصة. Operating system، نظام التشغيل. Mental health، صحة نفسية. In conclusion، في الختام. Make sure، يتأكد. Care for أو about، يعتني به. Synonym، antonym، المرادف والمضاد.
تشالنجينج صعبة أو متحد، بتسمى كلمة difficult أو hard، عكسها easy، uninspiring، effortless، facile، preserve يحفظ، بتسمى كلمة conserve، keep up، maintain، save، care for، عكسها كلمة neglect، damage، destroy، abandon، harm، rewarding مجزي أو مرضي، satisfying، valuable، worthwhile، pleasing، profitable، عكسها unrewarding، dissatisfying، depressing، disappointing، worthless، valueless، unique يعني فريد من نوعه أو وحيد، بتساوي كلمة particular، unusual، exceptional، extraordinary، special، ما قولش special اسمها special، عكسهم كلمة typical، normal، ordinary، common، familiar، conservation، حفظ أو حفاظ على، preservation، protection، عكسها destruction، negligence، monitor يراقب، بتساوي كلمة observe، supervise، عكسها كلمة ignore، harm، variety معناها تنوع، بتساوي كلمة diversity، variation، عكسها كلمة similarity، pros معناها مميزات أو مزايا، بتساوي كلمة advantages، merits، upsides، عكسها disadvantages، demerits، downsides، وبرضو كلمة cons، argue يجادل، بتساوي كلمة dispute، quarrel، عكسها كلمة agree، surrender. Notice the difference، لاحظ الفرق. Pay يدفع بتقيلة، pay معنى خليج دي خفيفة، task أو task معنى مهمة بالإيه، task نابل فيل باليو، female مؤنث أو أنثى، male مذكر أو ذكر، age حقفة إيدي، age عمر بالإيه، conversation محادثة شفوية، conservation حماية البيئة، benefit from يستفيد من، the verb بعدها from، benefit of دي نون معناها فائدة لي، في فرق خلي بالكوا، دي نون بعدها of، waste نفاية أو مخلفات، waste نفس النطق معناها خسر أو وسط الإنسان يعني، coast ساحل، cost تكلفة أو تكلف، inhabit يسكن أو يقطن، inhabitant أحد السكان أو القاطنين، inhibit بالآي يمنع أو يحرم، cure يشفي أو يعالج أو يداوي، care عناية، cute ذكي أو بارع أو فاتن أو جذاب، raise rise arise arouse إيه الفرق بينهم؟ raise raised raised ده فعل متعدي transitive verb لازم بعده مفعول، له معاني كتيرة. المعنى الأول والأساسي إن شيء ما أو شخص ما بيرفع شيء آخر، مثلا الشركة رفعت أسعارها هتبقى the company raised its price، يبقى الشركة رفعت أسعارها. المعنى التاني معناها ربي إنسان أو حيوان، bring up الإنسان بربي إنسان أو حيوان بربي حيوان. المعنى التالت معناها يجمع مال بغرض خيري أو جات مشروع collect يعني. الكلمة التانية rise rose risen ده فعل غير متعدي intransitive verb ما بيجيش بعد مفعول، وله معاني كتيرة. المعنى الأول والأساسي إن شيء يرتفع ويصعد بنفسه بدون مساعدة، مفيش ولا مفعول، مثلا الأسعار ارتفعت تلقائيا، the prices have risen by 10%، الأسعار ارتفعت بحوالي 10%، مفيش ولا مفعول، وارتفعت لوحدها يعني كده تلقائيا. المعنى التاني معناها تشرق الشمس أو القمر النجوم تشرق زي goes up. المعنى التالت معناها يستيقظ get up. المعنى الرابع يقف وينهض stand up. والأخير معناها يكون على مستوى المسؤولية.
arise, arose, arisen. دي يعتبر فعل غير متعدي. ده فعل غير متعدي intransitive verb، معناها لازم يعني ما يجيش بعد مفعول. دي معناها مشاكل وامور واشياء تنشا وتبرز وتحدث وتظهر. aroused ده فعل متعدي transitive verb لازم بعد مفعول. دي معناها يثير ويلفت الانتباه، يجعل الشخص يحس بشعور ما، زي مثلا arouse feelings يثير المشاعر، arouse interest يثير الاهتمام، arouse sympathy يثير العاطف او المواساة، arouse doubts يشير شكوك. في كلمات اخر اس في مفرد الجمع زي a species نوع، species انواع، a means وسيلة، means وسائل، a series مسلسل او سلسلة، يبقى series. not only but also او not only but as well، معنى ليس فقط ولكن ايضا. ليها كذا نقطة. النقطة الاولى ممكن تربط فاعلين مختلفين، تبقى القاعدة كالاتي: not only فاعل اول، but also فاعل تاني، فعل يتبع الفعل التاني. زي not only my friends but also my brother is clever، هتلاقي not only وبعدين my friend is فعل اول، but also وبعدين my brother فعل تاني، و is فعل يتبع الفعل التاني my brother. نفس الجملة: not only my brother but also my friends are clever. not only وبعدين my brother فعل أول but also my friends فعل تاني جمع، تبقى الفعل هنا جمع are. ممكن تربط فعلين مختلفين، تبقى قاعدة فعل not only فعل أول but also فعل تاني باقي الجملة. علي not only studied but also watched TV. وممكن تبقى not only فعل مساعد، فاعل فعل اول حسب الزمن، but also فعل تاني برضه حسب الزمن، وبعدين بقى الجملة. not only did علي study but also watch TV. اخدت بالكم not only وبعدين جبنا الفعل المساعد did والفعل علي، وبعدين جبنا المصدر study عشان بعد did، وبعدين but also وبعدين watched في الماضي البسيط عادي، وبعدين TV. الجملة التانية: not only does علي study but also watches TV. not only does عشان في المضارع، وعلي وبعدين المصدر برضه but also وبعدين watches مضارع. لاحظ الجملة الأولى بنعملها في صيغة اللي هو السؤال، الجملة التانية بتبقى عادية حطها في الزمن عادي. في بعد كده not only have they studied but also watch TV. لاحظوا كده not only have they studied، خدنا have والفعل التصريف الثالث. والأخيرة not only is علي studying but also watching، خدنا is بعد الفعل فانشي. ممكن تربط مفعولين مختلفين، تبقى فاعل وبعدين فعل not only مفعول أول but also مفعول تاني، جملة عادية: علي studied not only English but also Arabic. لاحظ آخر ثلاث جمل إن كلمة but also، also ممكن نحطها بعد but، وممكن نشيلها في الجملة التانية ونحط مكانها as well في آخر الجملة، وممكن تيجي but وبعدين الفاعل وبعدين نحط كلمة also. وطبعا دي أسئلة على الكلمات والحل في آخر الفيديو وفي مذكرة. جرامر القواعد. الجرامر هنا جزئين: على عادات الماضي past habits، وعلى المقارنة بين الصفات used to، دي بعد المصدر دي معنى اعتاد أن، ودي بتدل على عادة كانت في الماضي وانتهت الآن. he used to play football when he was young، كان بيتعود يلعب كورة لما كان صغير، معنى أن العادة دي كانت موجودة وانتهت الآن. لما أحب فيها في ثلاث طرق، ممكن أقول didn't used to أو never used to أو used not to، التلاتة صح وبعدهم المصدر كلهم. يأشر واحدة الأولى didn't used to بعد المصدر. إما أحب أسأل بجيب did والفعل used to والمصدر وباقي السؤال، أو ده استفهام وديد والفعل used to والمصدر وباقي السؤال. طيب عاوز أقول عادة مستمرة متعود على، فبستخدم الفعل وبعدين verb to be am is are أو get أو become وبعدين used to، وأجيب بعد الفعل في ان جي أو الاسم أو الضمير. زي he is used to playing football، هو متعود على لعب الكورة، ادي is used to بعد الفعل في ing. او he is used to football او it، هو متعود على الكورة، ده اسم او it على الضمير يعني لو it. ممكن استخدم الماضي كان متعود على، تدل على ان شيء ما كان عاديا او معروفا في الماضي، بستخدم برضو الفعل و verb to be بس was aware وبعدين used to والفعل في ing والاسم والضمير. he was used to playing football، كان متعود كانت عادة وشيء مألوف بالنسبة له في الماضي. الفعل أو هي was used to football أو it برضو يعتبر صح. المجهول عايز أقول يستخدم ليه، فبستخدم be used to أو be used for. used to بعدها المصدر، used for بالفعل في ing. زي المثال ده: a mobile is used to speak with. الموبايل يستخدم للتحدث به، خدنا to مصدر،
او a mobile is used for speaking with، برضو نفس المعنى جبنا بعد الفعل فاعل جي عشان used for. في خمس صيغ اخرى غير used to بتدل على عادة كانت في الماضي وانتهت الان. الصيغة الاولى بستخدم no longer ولازم يجي بعدها الفعل في المضارع البسيط زي المثال ده، علي no longer stays up late، بجيب الفعل no longer stays up الفعل في المضارع البسيط وبعدين بقى الجملة. او بن في المضارع البسيط بdon't او doesn't واجيب any longer او any more في اخر الجملة، زي علي doesn't stay up late any more او any longer، ادي علي و doesn't stay up ده مضارع بسيط منفي وفي الاخر حطيت any more او any longer. الطريقة التالتة بجيب الفاعل was aware in the habit of واجيب بعديها الفعل فاعل نجي او الاسم او الضمير، علي was in the habit of staying up late. الطريقة الرابعة it was someone's او صفة الملكية habit to وبعد المصدر، it was علي's habit to stay up late. اخر طريقة بجيب الفاعل وبعد المصدر البسيط وبعدين احط as habit في الاخر، علي stayed up late as a habit. الفرق بين used to would، اول حاجه التشابه اللي بينهم ان used to would الاثنين بيستخدموا عشان يوصفوا افعال وعادات ومواقف متكرره في الماضي وانتهت الان مع افعال الحركه فقط. he used to would buy expensive clothes but now he doesn't، كان متعود ان هو يشتري ملابس جديده لكن دلوقتي لا، فممكن ينفع used to buy هنا فعل في حركه. when he was young he used to would play football every Friday، لما كان صغير كان متعود يلعب كوره كل يوم جمعه، دي افعال فيها حركه فينفع الاثنين. الاختلاف رقم واحد ان used to بتيجي مع افعال الحركه وافعال الحاله الاثنين مع بعض، لكن would مع الحركه بس. يعني would ما بيجيش مع افعال الحاله التقليديه زي verb to be و have و know و love و like، ما بيجيش معاه ابدا كلمه would. زي المثال ده علي used to be fat but now he is thin، علي كان متعود قبل كده صغير كنت تخين او دلوقتي هو رفيع، هي verb to be هنا ده يعتبر افعال تكراريه فتنفعش كلمه would، ما ينفعش اقول would be. she used to hate her job until she got a promotion، كانت متعوده تكره وظيفتها. خدنا used to هنا عشان ده فعل يعتبر فعل تقريري ما ينفعش استخدم would هنا. برضو كلمة would ما بنستخدمهاش مع مين؟ مع وضع أو حالة أو موقف أو أحداث استمرت في الماضي لفترة من الوقت ولم تعد تحدث، زي هنا I used to live in Cairo but I moved to Luxor last year، كنت متعود أن أعيش في القاهرة لكن انتقلت إلى لوكسور السنة اللي فاتت. الفرق الثاني أن ظروف التكرار always usually sometimes إلى آخره بتيجي قبل أو بعد used to، لكن بتيجي دايما بعد would، زي الامثله دي منى always used to help her mother، وبرضه منى used always to help her mother. الجمله الاخيره منى would always help her mother، يبقى خدنا هنا always جت بعد would ما بيجيش قبل would. الفرق هو الثالث ان كلمه used to ممكن الجمله تحتوي على time reference اشاره زمنيه او لا تحتوي، لكن بالنسبه للود لازم تحتوي على اشاره زمنيه. We used to visit our relatives، كنا متعودين نزور أقاربنا، مفيش إشارة زمنية. وممكن نقول We used to visit our relatives when we were young، لما كنا صغيرين، صح الاثنين، لكن بص في الآخر We would visit our relatives when we were young، لازم في إشارة زمنية، مفيش ما تنفعش would. حاول تحل الأسئلة دي على الجرامر وراجع في نهاية الفيديو من المذكرة. الجزء الثاني Comparative Phrases اللي هي المقارنة من الصفات comparison of adjectives. النوع الأول الصفات القصيرة short adjectives، بنعمل إيه؟ زي عندنا طول طويل أطول من taller than ER وبعدها than، أطول واحد زي tallest بحط إزاي وفي الآخر إيه ست إيه، علي is tall علي طويل، أطول من يبقى أحمد is taller than علي، أحمد أطول من علي حطينا ER وبعدها than، هاني is the tallest student in the class، هاني أطول طالب في الفصل، ذا والمقارنة الأخيرة إيه ست إيه، لاحظوا إن بي بعد المكان. الصفات الطويلة long adjectives زي beautiful جميلة أجمل من more beautiful than بحط قبلها more وبعدها than، أجمل واحدة the most beautiful بحط قبلها the most، ممكن أقول أقل جمالا من مقارنة بين اتنين less beautiful than أقل منها في الجمال، the least beautiful أقل واحدة في الجمال. أمثلة هنا منى is beautiful منى جميلة، عاوز أقول هدى أجمل من منى هدى is more beautiful than منى، سوها دي أجمل واحدة في الفصل كله سوها the most beautiful student in the class أجمل واحدة بحط قبلها the most. الصفات الشاذة ماشية مزاجها ليها كده الريجولار ادجكتيف زي جود شوت اشطر من بيتر زان اشطر واحد زي بيست، زي الامثله دي منى از جود منى شاطر،
طب اميره اشطر منها؟ اميره از بيتر ذان منى. طب هي اشطر واحده في كل اصدقائها؟ يبقى هي از ذا بيست ستودنت اوف اول هير فريندز. لمقارنه المساواه عند التساوي في الصفه بنستخدم ايه؟ از والصفه واز، زي علي از از اولد از هاني، او ذا سيم والاسم واز، علي از ذا سيم ايج از هاني، او ذا سيم والاسم بس، زي علي اند هاني معطوم في اول الاثنين، ار ذا سيم ايج نفس العمر. عاوزهم فيهم بحط نوت قبلهم، هتبقى علي از نوت از اولد از هاني، او علي از نوت سو اولد از هاني، صح الاثنين. او علي از نوت ذا سيم ايج از هاني، او علي اند هاني ار نوت ذا سيم ايج. اهم حاجه في اليونت هو ده، لبيان التطابق وانه لا يوجد فرق بين الحاجتين. بنعمل ايه؟ اول حاجه بجيب الطرف الاول، وبعدين بحط اكزاكتلي ذا سيم، وبعدين اجيب النو للاسم، وبعدين از والطرف الثاني. يعني ايه؟ المثال اهو، ساره از اكزاكتلي ذا سيم هايت از منى، يعني ساره نفس الطول بتاع منى. فين القاعده هنا؟ ساره ده الطرف الاول، اكزاكتلي ذا سيم، وبعدين هايت ده الاسم، واز وبعدين منى الطرف الثاني. وممكن اقول الطرف الاول اكزاكتلي ذا سيم، واز والطرف الثاني، زي ماي فلات از اكزاكتلي ذا سيم از ماي نيبرز، يعني شقتي نفس الشكل بالظبط بتاع الشقه بتاع جاري. هتبقى ماي فلات الطرف الاول واكزاكتلي ذا سيم، وبعدين از ما حطناش الاسم خلي بالك، وبعدين احط الطرف الثاني. طب ايه الفرق في المعنى بين القاعده الاولى والثانيه؟ الفرق بين القاعده الاولى والثانيه ان الاولى التشابه في حاجه واحده بس، يعني هنا ساره نفس الطول بتاع منى، لكن الجمله الثانيه شقتي نفس الشقه بتاع الجار، التشابه في كل حاجه. طب عاوز اقول شبه بعض بس الفرق بسيط، بعمل ايه؟ بجيب الطرف الاول almost as والصفه واز الطرف الثاني. نورا از almost as tall as her mother، يعني نورا نفس الطول بتاع والدتها. ادي نورا الطرف الاول والمست از والصفه بس اللي هي طول، واز وبعدين الطرف الثاني هير ماذر، او الطرف الاول وبعدين سلايتلي او ابيت او اليتل او راذر، وبعدين صفه المقارنه كومباريتيف خلي بالكم، وبعدين زان وبعدين الطرف الثاني. علي از سلايتلي تولر ذان هيز سيستر، هتلاقي علي الطرف الاول وبعدين سلايتلي وبعدين تولر اللي هي صفه المقارنه وبعدين زان والطرف الثاني. أو منى is a bit more careful than هدى، يعني منى أكثر حرصا بشوية صغيرة كده من هدى. هتلاقي منى طرف أول وبعدين a bit وبعدين more careful اللي هي صفة المقارنة وبعدين than وبعدين الطرف الثاني. آخر حاجة لو الفرق كبير بجيب الطرف الأول وبعدين far أو a lot من غير of أو much أو even، وبعدين صفة المقارنة وزن الطرف الثاني. منى is far younger than her grandmother، يعني منى أصغر بكتير من جدتها. منى طرف أول وبعدين far أو واحدة من الأربعة، far أو a lot أو much أو even، وبعدين younger صفة المقارنة وبعدين than والطرف الثاني. منى is much more intelligent than her sister، يعني منى يعني أذكى بكتير جدا من أختها. منى طرف أول وبعدين much وبعدين more intelligent صفة المقارنة وبعدين than وبعدين الطرف الثاني. ودي أسئلة خاصة بالجرامر، الحل في آخر الفيديو في المذكرة. الترجمة: Egypt has charming environmental sites that attract tourists from all over the world. So they must be preserved and the rules should be established to protect them. الحل طبعا هو رقم D. تتمتع مصر بالمواقع البيئية الساحرة التي تجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، لذا يجب الحفاظ عليها ووضع قواعد لحمايتها. إن السلوكيات السلبية والخاطئة التي قد يقوم بها الإنسان تضر بشكل كبير سلامة البيئة وصحتها، لذا فإن تغيير هذه السلوكيات من أهم عوامل الحفاظ على البيئة. هي الصح رقم B: The negative and the wrong behaviors that a person may do greatly harm the safety and the health of the environment. Therefore, changing these behaviors is one of the most important factors in preserving the environment. Essay أو الإيميل، هنا الإيساي بيتكلم على Can volunteering benefit young people today؟ هل ممكن التطوع يفيد الشباب هذه الأيام؟ برضه موضوع مهم جدا، نقرأ نقعد منه بعض الأفكار.
لا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب عشان اكبر عدد يستفاد منه، وشكرا ليكم والسلام عليكم.